كل من أحسن ده وديال دمن تيم بسود وهذا هلك عصيدة توس كأنه قال سعوتشان وعشوم يستي في مركلة يموقال كله وعند الله وده جينا حال ده يوجد بي قبل كي يدعوين كسي سدد كجرة الدنيا ده على ده قرمدة مدوبة أيام مرك يوجد رئيس كهذا شيء حال ده غزة كلها ما كي قرمدة مدوبة أيام مرك يوجد رئيس لح بلاد كدي مل مري قرار كوبا قي حب جوجين دق دق آه أو كده على غزة أنت لو جرى بشر رمضان يا إن صدق دق وشرود لنا لو سيد دايا محابيستا أفر يا طبعا دل أو حبنا كأه أي عذية مريكا كوسدح مر خرى ودي ذي حب جوجين تقزة عك قي حن أيام مرك كان كأه مسي سفير كمريكا كي قرمدة مدوبة وهذا شو حيشك توح والبك ما أن راع سنين قرارك تحسوا أي خشك تين أي تحس سببته مريكا كوا مسي كيمس بايس واحد تفترها رماها دبلوماسية دي الجزيرة أيها كشري ما المرنت قرار كان هرمر مهمة وعندها قدر إن جوان كستاو كسو بحية جلها أمانك إن فلنتي سشرعي كنا غنى يسوى الدمادة حبناها كا قرار مدى مدوبة إسرائيل أو كم مظهر هذا يستعين تقرار كان وعن التنياهو جوجي السعودة الوفد كسو على إسرائيل أي كنت قلها ين مريكنك إساقو تاشي غي إن وغيت شوابجو ما دام مريكنك قرار كان وكو جوجين واي ديد مدى عدك قيحان سيدا يحكت موجنا يسو أفهينك أقل كعاد كريبي آد أيان أغنية جبني إن لطلياش نتنياهو أيسان إيمان دورين واشنطن بوقشد وضو حي نو أغلان لهيد إن وضا هذا الربع كي يلنو حول قلك رفع يدقال كغزاء يو يرسيد أي حكتة موجين أيسو تاني وحي بنان كسوري غيسا حالد أي عليسك ولي كجرة يدوضها حوغن أي تاكتاغن يسيد ولي لا إسكو ماري لا أي هاي تاسو مركلا بنان كسوري غيسا حاجوين أدق أو آه غزاء عليس با كجرة غزاء ظروف با كجرتا غزاء مصيبة كجرتا محيطة هاي سببتا اندها اللوغو ايغان ايو سببتا اتاني وحي بنان كسوري غيسا ويدي مقطة دير أو لحديرة إن ايسان مانقل أهين تلابوينك إيو قرشياشا أي أهرين تاني كترجوميسو قرارك أي سو دياريين طبانك حبنود ميرتاد أه أي كجيرا قولها أمانكي غرمادة ميدوبي وحا ميل مري أفر يطبان دل هالك مرايكنك أوكا موسي تاسو فضوليسي إن قرارك أودا غنقلو مرايكنك هادو عودك قيحان أدكسان لها حيا عضو أما هلوكا لاتقو بي نقون لها يتشكدو وامركي سيديداد أي قولها أمانكو إسكود دايا إنو قرار حاب جو جنيد كسو سارو دقالك غزة هسا أهاتي انتو دا بدن وكو قول در ريستي سيداي حوكتا ديرات كي إمي كسو بحي سبا أي مو جنيسو ولي حالده وعكريهن أو مرك اللو في ريا غزة لباتد أي وجهيسو وحل حسابي كرو ماهن وان عليس قود أو كتر جمعية هيرك أو غاسي سنيهي madaxweyni hore mareekanka haddana musharax ah ee Donald J Trump wuxuu leeyahay Israa'il waxa ay luminaysa taageerada bulshada caalamka madaxweyni hore mareekanka ayaa ka digay Israa'il ay luminaysa taageerada bulshada caalamka sabab la xiriira dagaalka ay ku haysa qasa wuxuuna ugu baaqay inay soo afjarto dabcan duulankaas Trump ayaa ku sheegay wareysi uu siiyay wargeyska Israel Today inuu uga jawaabi lahaa weerarkii Hamas ee 7 Oktoobar si la mid ah sidii Israel balse wuxuu ku xumaaday in shucuubta caalamka aysan ka hadlin weerarkii 7 Oktoobar ay haatan hadal hayaan dagaalka Israel iyo duqeymaha ay ka geysanayso Gaza madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa sidoo kale jeediyay wax u muuqda dhaleeceyn ku aadan dacaayada warbaahinta Israel wuxuuna sheegay in Israel ay gashay qalad aad u weyn markii ay daabacday muqaalada duqeymaha ay ka geysanayso Gaza sida uu hadalka u dhigay taas waxay barnaanka soo dhigtay xaaladda iyo sida ay wax kasta yihiin iyo sida ay culaysku u sii kordhayo iyo sida markala ay barnaanka u soo dhigayso isdiidooyin siyaasadeed iyo kala tag siyaasadeed oo aad u xoogan waxyaabaha qasa walaac u keenaya waxa kamida in ay qarka u saaran tahay wqooyiga qasa macluul taas oo rajabeel gelinaysa caalamka marka loo fiiriyo xaaladda agaasimaha UNICEF ayaa digniintii ugu dambeysay ee qaramada midoobay ku xaqiijisay in macluul ay ku soo fool leedahay wqooyiga qasa waxay sidoo kale ku qortay barteed X maanta in caruurtu ay u dhimanayaan nafaqo darro waxaana intaasii ku dartay hay'adaha gargaarka waa inay awood u yeeshaan in caruurta iyo qoysaska meel kasta kaga sugan qasa la gaarsiiyo gargaar Israa'il ayaa wali xadidaysay gargaar loo fidiyo dadka ku sugan qasa xilli ay sii xumaanayso xaaladda bini'aadantinimo ee ka taagan waqooyiga qasa iyo guud ahaanba marinka qasa haddaba maxay tahay sababta wali ay wada hadallada
او غاري لا يهين هلكي او قدن بيسي او لو دقن قلين لها وربعين اسرائيل ايا كو وراتين اسرائيل اي رادين ايسو ايلو كالي او اي كو هشو خوب كدمركي ودا حاجو جدي كرد حي حماس اي فشل كسو دمادين باللي هاي وربعين اسرائيل ايا كسو حيغتاي سراكيسة سرين اسرائيل اي رادين ايسو ايل كالو اي كاش خوب ايادو كعبسي قابتين مراكك او جوجيو تايرادة من التريها دي اي ويران مقالة رفا dabcan ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ciidamada Israa'il ay gali doonaan Rafah si ay u gaaraan guul buuxda meeshana ka saaraan hoggaamiyaha Hamas ee Gaza ee Yahya Sinwar gelitaanka military ee Rafah ayaa ka dhigan qodob aasaasi ah oo ay isku hayaan Israa'il iyo Mareykanka sida xogta dheeraadka ay hadda soo baxaysa ay muujinayso waana dhacdo kale oo banaanka soo dhigaysa walaac guud qaramada midoobe waxay Hamas Israa'il ugu baaqday inay xabada joojiyaan oo ay dhaqan geliyaan dabcan golaha amaanku wuxuu aaminsan yahay xabba joojintu inay tahay mid laga marmaan ah oo siday tahay loo dhaqan gelin karo loo qaadan karo iyadoo laga fogaanayo culays kasta iyo dib u dhac kasta oo rajabeel ku keeni kara guud ahaan dunida marka loo fiiriyo musiibada maanta dhanka macluusha ee ka jirta marinka Gaza waana mid si weyn iyo si kalaba u qeexaysa xaaladda ay maanta aaminsan yihiin in ay culays kale oo runtii aad u da'yar وعليس كلاو آد او وين اي مركل غزة يقودهان قبل كوا كجران سيدا حوكتا ديرات كاي موجنايسو اسرائيل دقال بي او بحسنايسا اسرائيل دقال باكا قوان اسرائيل رفا او داد دينير اه او كبارك عاي غزة اي قاجة كويسة او تيندوين اي كستو غيهين بي هبين اي مالكو قودنايسا وانو ويررين وانو كدولين وانو ادعين وانو ادادنين وانو يلين يسيدا يسيدا تاسو مركل بنانكا سوديغيسا وچيركم حوية هاي واي هاي اي نو حقا او غسو قدوبنا قزا يا حالة ديدا بروشكا يوكرين يا داعش انا جاية ما وحاجر حرير كرد حيا يوكرين يا داعش روشكا الى هادا وحودي داني هاي انو سر رسمي اه وشاقا ويركي تياتر كا موسكو انو يا هاي مد كي يمد مسكاحة دا كوح دا داعش حتى افايان كبوتن او لويدي سببتا وحودي دا انو لحرير يو ويرك داعش سكستو اي داعش او عال عدسي ويرك انا كدن بيسي هادي حتى اي صوبا نغين موقال ايقو موجنايا افرتنين اي ويرك فولي محكمة اي حبسي دائم كو حكون تا افرتنين اي ويرك فولي بس قده روشكا وحاكس عدا او لوين او لغو دوني ان لباب ايو sharci gaadiid ee xukunka dilka qaar ka mid ah saraakiisha ruushka ayaa doonaya in si degdeg ah loo ciqaabo ilaa ugu dambeyn la dilo 4 nin ee weerarka geysatay kuwaas oo maxkamadda ka soo muuqay iyagoo u muuqanaya ciqaab adag in la mariyay ruushka wuxuu qabaa inay wax walba sameeyayso Ukraine si ay dhibaato u gaarsiiso khudbad uu telefishanka ka jeeday Putin waxa uu sheegay in 4 nin ee la qabtay ay doonayeen inay u baxsadaan dhinaca Ukraine waxa uu ku eedeeyay dhinaca Ukraine inay u diyaarsana qorshihii ay ku bixi lahaayeen oo ay xuduudda uga talaabi lahaayeen Kiev ayaa iska fogaaysay eedeyntaas balse taasi wali kama baajin falanqeyaasha in si uun ay ugu lug si un ay ugu lug yeeshaan weerarkan dawladda Ukraine sida ay sheegtay warbaahinta wargeyska ku hadla afka dawladda Putin ee lagu magacaabo Moskowski ayaa dhankiisa daabacay warbixin ciwaan looga dhigay Ukraine waa in loogu yeero maamul argagixiso taas ayaa waxay keentay in la isweydiiyo su'aasha seeba Ruushka uga falcelin doona weerarka ugu dhimashada badnaa ee Moscow ka dhaca ma laga yaaba in madaxda Ruushku ay ka dhigtaan dhacdadan sabab ay sare ugu qaadaan dagaalka ka dhaxaya Ruushka iyo Ukraine laakiin ma jira xiriir u dhaxaya Ukraine iyo Daesh dhabahaantii si rasmi ah looma aqoonsan xiriir ka dhaxaya kooxda oo la aqoonsan yahay urur argagixiso ee Daesh iyo Ukraine laakiin aan ku siiyo hal fikrad hay'adda sirtoonka Mareykanka sayeeda ayaa sanadkii 2019kii howl gaar ah way ka fulisay gudaha dhulka Ukraine waxay ku xirtay mid kamid ah saraakiisha sare ee Daesh Cesar Tucson oo sidoo kale loo yaqaan Albara Al-Shishani isagoo iyo xaaskiisa saddex caruur ah oo u dhalay ayaa la aaminsan yahay wax ka badan sanad inay ku noolaayeen dabcan meel kamid ah Ukraine wuxuu ahaa sida ay sheegeen falanqeyaasha sargaal ay halka ku ogaayeen laamaha amaanka Ukraine bishii Agoosto sanadkii 2017kii ninkan aslan ka soo jeeda Georgia loogana yaqaan gudaha Daesh Emir Issa oo ahaa sargaal muhiim ah oo hoggaamin jiray Ethiopia kooxda ka tirsan oo si firfircoon uga hawlgalay Iraq iyo Suuriya ayaa la soo wariyay inuu ku dhintay qoyskiisana uu ku waayay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka dhir ee sar ee dalka Suuriya si kastaba ha ahaatee waxa markii dambe soo baxday dhimashadiisa ay ahayd mid la diyaariyay oo been ah si ninkan ugu guuray Ukraine ninkan waxaa la sheegay inuu baasaboor been abuur ah uga soo degay garoonka diyaaradaha magaalada bartamaha Ukraine ee ku taala ee Belia Tiskov waxaana xaaladiisa la socday ciidanka amaanka Ukraine ee SBU SBU waxay qiratay markii uu joogay Ukraine inuu sii waday qorista dagaalyahanada Daesh
نكان وحو هادا حكو كيسا كو قادان ايا دالك جورجي استغو الله يستو ايديمو اما ايديمو ناكا عريك حسن ماه وحجر حبناكا لو دغالي هنه او لا مسانيا اني سودونك يورين كو قريان قدها دالكا يغو ست حدر لو الالي نيسن حالد دو دلسعون سيا ايدا كواس او كسو دغالمي سوري عراق يوكرين تان وحيو اديك سنة ساسي ايوه شو دقال هنا قبرد له وقت يان او دقال اي كوجر تانا وحيو احو والبقص ما ينسا ستي ايوه شو حوقق قعان كسي دقال كروشك حتى حبنا قده روشك كفرين كلا ويرر سيدا لقصو يكتف لقياش من التريا روشك يوكالا دورالك روشك waxa u dambeeyay waa inaan ku sheego warbaahinta ruushka waxay doonaysaa weerarka tiyatarka inuu ku soo dhamaado raadka Ukraine halka reer galbeedka ay taa doonayaan inay ka weeciyaan oo jiha kale iyo qaab kale loo bedelo sheekadaba wararkeena iyo kala socoteen shumeystii fi waa inaga inta tan iyo kulankeena dambe.